بلادي كان لزاما علي أن أبدأ به. في عرس الأبناء والأخوان والقادة العظام، خير أبناء مصر وما أنجبت جيش مصر العظيم، من ينازعني في حبي لهذا الجيش العظيم؟ من يمنع فرحي؟ من يريد أن يخنق فرحي سأخنقه، لأن الفرح إذا خنق عنوة تكون فداه الروح. فلك الحب ولك الاحترام يا جيش مصر العظيم، يا من سطرت في التاريخ اسمك بحروف الشرف والكرامة، وكان سعدي في كل مكان وفيما تجولت من بلاد، فيما تجولت من بلاد كنت صفحة شرفي، كنت صفحة شرفي، وجدت لك الفخر والفخار ونقاط لا يخطئها العالم بعملك وبجهدك وبمعاركك التي أبهرت العالم. تدرس في كل أماكن العلوم الكبيرة العسكرية في كل الدول وعند مخابرات الدول وعند كل مكان في العسكرية العالمية. فيا من قفزت بالكرامة المصرية من الحدود إلى كل العالم، أفخر بك وأنحني لك يا شرفي وكرامتي. رسائل سريعة، رسائل سريعة يسمعها شعب مصر ومن بيدهم قرار الدستور الآن. شعب مصر، لا يعزمك أحد على فرح ابنك وشرفك وخير جند مصر، فالجيش أبنائك، من يبعدك عن فرحهم فقد رضيت بالذلة والخنوع، وما كان المصريون أهل ذلة ولا خنوع. أما من بيدهم الدستور فأحذركم، ونحن الفلاحين وكل المصريين، أي مساس بالمواد التي تخص الجيش نرفضها ونحن ضدها. ولن يكون قائدا لجيش مصر إلا من صلب جيش مصر يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسحقا للنعرات الرخيصة التي تريد أن يركب شرفي ويتولى شرف قيادتي أحد المدنيين. فالمدنيين لهم كاريرهم ولهم وضعهم. الثانية، لن أسمح بأي تطاول على خصوصية الجيش في الدستور، فالجيش له خصوصيته وحصانته التي نحرسها بدمائنا وبأرواحنا. لن نسمح بهذا التطاول، فلا يسرح الخيال بما هو خلف الأفق، لأن الجيش له خصيته ونحن معه ونحترمه. أما أنت يا قائد جند مصر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وضعك الله في لحظة فارقة، فكنت حسن ظن أهلك المصريين، فلك التحية ولكل جند مصر التحية من أصغر عسكري ينتظر دوره في التجنيد. إلى العسكري العامل في التجنيد، إليك أيها القائد العظيم أسد مصر حسن ظن المصريين، نفتخر بك ونموت دونك ونموت جيش دون جيش مصر. سيروا على بركة الله، فأنتم من قدمتم الأرواح، فلا نبخل عليكم بالأرواح. حفظكم الله وحفظ مصر وحفظ أما الشهداء من تاريخ الجندية إلى اليوم، أقبل أرجل آبائكم وأيدي آبائكم ورؤوس آبائكم، فلولا أنهم صنعوا الأبطال ما كنا في هذا المكان. شكرا لكم جميعا، وفرحا لك يا مصر العظيمة، وشكرا لك يا جيش مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنيابة عن نفسي وزملائي الحاضرين، أنا هتكلم باسم زملائي لو يسمحوا لي، مع أن أنا يمكن أكون أحدث واحد فيهم. لو حبينا نتكلم على القوات المسلحة، هنتكلم على القوات المسلحة من 67، مش هتكلم على القوات المسلحة من 73، لأن 67 الجيش المصري تهان، الجيش المصري والشعب المصري كله تهان في 67. وبالتالي الإهانة اللي جت في الجيش المصري كان لابد من رد الكرامة،
الجيش المصري في 73 استعد قبل الحرب بحوالي 5 سنين، 5 سنين استعداد دائم علشان نعرف العدو اللي احنا هنقابله، العدو الاسرائيلي اللي احنا هنقابله، العدو الظاهر، العدو النظامي، العدو القوي اللي في 67 احنا ما قلناش ان هو كان قوي، كنا فاكرين ان هو ضعيف. العدو الاسرائيلي كان المفروض ان هو ضعيف وهنرميه في البحر وهنكسره وهندمره، لان احنا فقدنا الاهتمام بقوة العدو. ولكن في 73 لما عرفنا العدو الاسرائيلي عرفنا نواياه وعرفنا قوته، قدرنا ان احنا نحاربه. انما لما كنا فاكرين ان هو ضعيف وكان اقوى مننا كانت الهزيمه في 67. في قبل 73 بحوالي 4 5 سنين تم مش تجميع، اعاده بناء القوات المسلحه بالكامل على جميع المستويات، وعلى خاص القوات الجويه، لان القوات الجويه تم تدمير 95% من طائراتها على الارض بواسطه العدو الجوي الاسرائيلي ذو الذراع الطوله اللي كان بيصول ويجول في بحر البقر وابو زعبل. ولكن علشان ابني قوات جويه لابد ان انا اجيب طيارات. انا ممكن اجيب طيارات في شهر واثنين وثلاثه، انما عشان اجيب طيار، عشان ابني طيار محتاج 7 سنين، 5 سنين عشان اعمل طيار ان هو يطير بطياره، طياره مقاتله اقصد، ولكن سنتين كمان عشان اعلمه القتال، لان القتال وعنصر القتال في القوات الجويه وعنصر انتاج النيران هو الطيار المقاتل. اي سلاح او اي جندي في القوات المسلحه، اي ضابط في القوات المسلحه يحمل سلاح فهو مقاتل. المقاتل في القوات الجويه هو الطيار فقط، هو اللي بيجابه العدو بصدره وهو اللي بينتج النيران ليقتل العدو. جميع العناصر اللي موجوده في القوات الجويه هي عناصر مساعده علشان الطياره دي تطلع من على الجو. الطياره تطلع من على الجو فيها طيار تم الطلعه، طيارة بدون طيار ملهاش لازمة، طيار بدون طيارة ملوش لازمة، وبالتالي الطيار هو الذي يقتل العدو بصدره. ومن هنا كانت الضربة الجوية اللي الرئيس السادات الله يرحمه قال بشن حرب على سيناء لتحريرها من العدو الإسرائيلي تسبقها ضربة جوية موجعة. ضربة جوية يعني اللي كانوا بيسفهوا الضربة الجوية والناس الكبار الكتاب اللي قالوا الضربة الجوية دي إعلامية وشو إعلامي، واللي يقوم بيها 18 طيارة فقط، مش عايز أقول مين ولكن كلكم عارفين، وإحنا قلنا هذا الكلام وقفنا دافعنا عن الضربة الجوية. الضربة الجوية حطمت أو دمرت 95% من قوات العدو البرية اللي بيها القوات المسلحة لما عدت كانت مقاومة العدو أقل من 30%، لو لم تكن الضربة الجوية كانت تبقى مقاومة العدو 100%. ومن هنا كان العبور عظيم، وأنا ما أقدرش أقول عبور، هو اقتحام. القوات المسلحة اقتحمت خط قناة السويس، اقتحمت الخط الساتر الترابي، واقتحمت خط بارليف بمقاومة من العدو تقل عن 30%، وده بسبب الضربة الجوية. لم تختزل الضربة الجوية إلى شخص واحد، ولم تختزل الضربة الجوية في مجموعة، ولكنها قامت بها القوات الجوية بالكامل عن بكرة أبيها. القوات الجوية فيها مقاتلات ومقاتلات قذفة وقاذفات وهليكوبترات ونقل. كان في ملحمة ما بين القوات الجوية في تنفيذ الطلعة الجوية والضربة الجوية الأولى التي كانت تعقبها ضربة جوية أخرى بعد 3 ساعات، ولم تتم هذه الضربة للاكتفاء بالضربة اللي حققت 95% من أهدافها على العدو. وبالتالي إسرائيل لما جالها أحد الضربات اللي كانت في سيناء، أنا مش عايز أقول إيه، إحنا ضربنا إيه؟ ضربنا 31 نقطة حصينة، ضربنا الدفاع الجوي الإسرائيلي بالكامل، ضربنا القوات الإسرائيلية، ضربنا الاحتياط التعبوي ليها، ضربنا 3 مطارات في سيناء، ضربنا جزء من خط بارليف، وضربنا 2 مركز قيادة وسيطرة وتشويش وإعاقة. مركز قيادة وسيطرة في أم مرجم لما اتضرب، القوات الجوية القوات الإسرائيلية في إسرائيل لم تستطيع الاتصال بقواتها في سيناء، ومن هنا انقطع الاتصال، وكانت الطامة الكبرى والبنك والشعور بأن سيناء انعزلت عن إسرائيل تماما، ومن هنا كان في شلل، حصل لهم شلل تام. بعد الضربة الجوية كان لازم يخرجوا القوات الجوية عن العمل، قاموا ضربونا في يوم 7 ويوم 9 ويوم 14 ويوم 15 عشان يخرجوا الذراع الطولة للقوات المسلحة من العمل، لأن احنا كنا بنعمل لهم مشكلة خلف الخطوط الجيش الثاني والثالث وفوق الجيش الثاني والثالث، وتحطيم الاحتياطي التعبوي أو الاستراتيجي اللي كان بينزل في العريش قدام الجيشين الثاني والثالث، فكان لازم يخرجونا علاوه على بعض المهام الاخرى. مش هنطول في الموضوع عشان ياخد وقت طويل، ان القوات الجويه كانت بتحمي سماء مصر بالكامل شمالا وشرقا وغربا وجنوبا من اي اختراق يتم، والاختراق اللي حصل عشان يخرجونا كان يوم 7. لم تصل القوات الجويه الاسرائيليه الى مطاراتنا في الدلتا عشان احنا كنا واقفين بالمرصاد. احنا تعلمنا من هو العدو الاسرائيلي. انا بعد اذنكم بس اللي هو سمير
أستاذي ومدرسي يقول كلمة. اتفضل. مساء الخير. انا ليا الشرف ان انا اكون موجود النهارده في جمعيه الشبان المسلمين. انا لواء طيار سمير عزيز مخيل. من الاسم يبان ان انا مسيحي في الاول طبعا يبان كده. انا هقول لحضراتكم موقفين اتنين على الوحده الوطنيه في القوات الجويه، يعني هي كانت موجوده في مصر كلها. حضراتكم انا في يوم 6 اكتوبر دخلت، يوم 8 اكتوبر دخلت معركه مع العدو الاسرائيلي فوق بورسعيد. كان اللواء ايمن وقتها هو في بورسعيد دفاع جوي وهم كانوا بيضربوهم، فانا طلعت عشان يعني اخفف الضغط عليهم. نمره 2 بتاعي الله يرحمه كان اسمه صلاح من كفر المصيلحة اللي هي بلد حسني مبارك الله يرحمه. الله يرحمه. مات وهو بيدافع عني، اسمه صلاح. وطبعا هو ضابط، هو طيار، هو مصري وبالمصادفة مسلم، فمات عشان يحميني أنا. في حرب الاستنزاف كنت في مطار المنصورة، كان معانا لواء طيار اسمه عكاشة، وما كانش لواء وقتها يعني، كان بيطلع يضرب مواقع الصواريخ في شرق القناة. أنا كنت بطلع بحميه، أربع طيارات، أنا كنت ببقى قائد أربع طيارات بطلع أحميه. اللي هو طيار محمد زكي عكاشة، هو برضو بالمصادفة مسلم، هو طيار، هو مصري، هو إنسان، بيطلع يضرب، أنا بطلع أحميه وهو بيضرب أربع طيارات فوقيه مقاتلة عشان لو جاء العدو يضربه. جالي أوامر وهو بيضرب لسه، جالي أوامر ارجع عشان في طيارات عدو كتيرة داخلة هجم عليكم. أنا قلت لهم نيجاتيف، يعني قلت لهم لأ، ما يخلص عكاشة ويضرب كل الموقع ويبهدله أبقى أرجع. وفعلا ضرب الموقع كله ومسحه من على الأرض خالص، صواريخ الهوك مسحه ورجع عكاشة، وأنا فضلت وراه أحميه. والحمد لله ربنا أكرمني واشتبكت مع طيارات اللي هي جاية تضربه، وربنا وفقني وقعت طيارة. فعكاشة محمد زكي عكاشة طيار مصري، يعني كلنا عاوز اقول لحضراتكم ان مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي في ايامنا، مش عارف الايام السوداء اللي احنا فيها دي. انا اشكركم جدا جدا، واشكر حسن استماعكم، وانا متشكر من سياده المستشار ان هو دعاني.